السلام عليكم مشاهدينا الكرام. مرة أخرى يراسل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الشعب الجزائري، والمناسبة هذه المرة اليوم العالمي للمرأة. ليس هناك جديد في رسالته كما يقول كثيرون من متابعي الشأن السياسي الجزائري، ما عدا تكرار اسطوانة الاستقرار ولا شيء غير الاستقرار. وعلى الطبقة السياسية في الجزائر وضع خلافاتها جانبا لتفويت الفرصة على من يريدون النيل من سلم البلاد واستقرارها وخيراتها أيضا. سنضع مشاهدينا الكرام رسالة عبد العزيز بوتفليقة في الميزان، ونحاول تحليل ما جاء فيها مع ثلة من الإعلاميين والحقوقيين والمحللين السياسيين. ولكن قبل هذا نشاهد التقرير التالي ثم نعود. وفاء للتضحيات الكبرى. خطاب تخويفي ذلك الذي حملته رسالة الرئيس بوتفليقة بمناسبة عيد المرأة. أمن الجزائر في خطر، وهو ما يستدعي بحسب الرئيس الذي لم يعد يخطب في شعبه اليقظة وتعزيز الجبهة الداخلية للتصدي لما سماها محاولات زعزعة استقرار البلاد في ظل الاضطرابات التي تمر بها المنطقة. هنا يشير الرئيس إلى فزعة الربيع العربي، الانتفاضات الشعبية التي أدت إلى سقوط أنظمة عدة في المنطقة العربية. وقال بوتفليقة في رسالته: لا بد في المقام الأول من السهر الدائم على تعزيز الجبهة الداخلية خدمة لمصلحة الأمة دون سواها، وذلك من أجل التصدي لأي محاولة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد. واعتبر أن تعزيز الجبهة الداخلية هو من مسؤولية الدولة، وكذلك من مسؤولية القوى السياسية والمواطنين المطالبين بالتزام اليقظة في هذه الظروف المضطربة غاية الاضطراب التي تمر بها المنطقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، في إشارة إلى الوضع المتأزم في دول الجوار مثل ليبيا ومالي. وبحسب الرئيس الجزائري فإن المطلوب لتعزيز الجبهة الداخلية هو التغاضي عن الخلافات والقناعات والمواقف السياسية لهؤلاء وأولئك، لأن الوضع يفرض تغليب المصالح العليا للبلاد على أي اعتبار آخر على حد تعبيره. وتتزامن تحذيرات بوتفليقة مع موجة احتجاجات تشهدها البلاد، ففي شمالها لا تتوقف الإضرابات والمسيرات المطالبة برفع الرواتب وتحسين الحياة المعيشية وتوفير السكن والشغل، وفي الجنوب يستمر الحراك الشعبي الرافض لمشروع حكومي لاستغلال الغاز الصخري بالتزامن مع حملات تعبئة تقوم بها أحزاب وشخصيات معارضة للمطالبة برحيل النظام الحاكم وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. وتعد هذه المرة الثانية خلال أسبوعين التي يحذر فيها الرئيس الجزائري من محاولات زعزعة استقرار البلاد من الداخل والخارج دون تحديد طبيعة هذه التهديدات أو من يقف وراءها. لكن في مفهوم مسؤولين وقادة أحزاب الموالاة والرئيس لا يشذ عن هذا، فإن كل الاحتجاجات التي تعارض الحكومة أو تطالب بحقوق مهضومة وأخرى مسكوت عنها أو منسية، فهو يتآمر على استقرار البلاد ويتحرك وفق آيات خارجية. والحقيقة أن كل المآسي والانتكاسات التي تعيشها البلاد من بطالة وأزمة سكن وركود اقتصادي وغبن اجتماعي وتعفن سياسي مصدره السلطة. النظام يرفع شعار التعددية والديمقراطية والحرية، ولكن على الواقع من يخالفه الرأي والطرح فهو من دون شك متآمر ومتعاون مع قوى أجنبية تريد الشر للجزائر. التجارب تؤكد أن سياسة التخويف والتعامل الأمني مع حل المشاكل مثلها مثل الكذب حبلها قصير، مجرد هروب للأمام لتبقى المشاكل عالقة، بل وتزداد تعقيدا كلما تراكمت في بلاد لا يخاطب فيها الرئيس شعبه إلا بالرسائل، يخاطبهم بالترهيب أو الترغيب. الرئيس لم يفوت الفرصة للحديث عن إصلاحات مفتوحة في جميع القطاعات. خطاب معسول للنساء في عيدهن العالمي، عزف على الوتر الناعم، ولكن في عرف السياسة الجزائرية يعرف الجميع أن الوعود لا تتحقق، مجرد تكتيك لربح الوقت وشراء الصمت، كلام الليل يمحه النهار. ففي شوارع الجزائر عندما تحتج الأرملة التي تبحث عن زوجها المفقود والأم الثكلى المفجوعة بفقد ابنها تقابل بالعصا. الخطاب الناعم شيء والواقع شيء آخر. بلاد ترفع شعار التعددية السياسية وتعتمد أحزابا معارضة، لكن تقمعها عندما تتظاهر في الشارع، كما تمنع على المواطنين حقوقهم المدونة في الدستور، بل وتمنعهم حتى من التظاهر للحصول على هذه الحقوق. التقرير للزميل صابر أيوب مشكورا. وللذين التحقوا بنا اللحظة أذكر مشاهدينا الكرام بأن نناقش رسالة عبد العزيز بوتفليقة للشعب الجزائري، والمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
كل ما جاء في هذه الرسالة سنتطرق إليه مع ثلة من ضيوفنا الكرام، وأولهم الأستاذ هابث حناشي مدير تحرير جريدة الحياة. أستاذ هابث، بعد الترحيب بك، ما أبرز ما جاء في هذه الرسالة أستاذ هابث؟ مساء الخير. للأسف يعني الصوت رديء، أنا لا أسمع بشكل جيد. سمعت أو ما فهمته هو أن سؤال متعلق برسالة السيد رئيس الجمهورية. بالضبط هذا سؤالي. 8 مارس، نعم. ألو؟ أيوة أنا أسمعك أستاذ هابث، نعم. ممكن أن تعيد لي السؤال لو سمحت؟ قلت لك إن الرسالة التي كتبها، هكذا قيل، كتبها عبد العزيز بوتفليقة للشعب الجزائري جاء فيها الكثير من النقاط. ما هي أبرز هذه النقاط التي تناولتها الرسالة؟ أعتقد أنه أهم، يعني باستثناء بعض البروتوكولات، أهم شيء جاء في الرسالة هو طلب رئيس من وإشارته إلى ضرورة الوحدة الوطنية أو التقاء الفرقاء السياسيين أو الأطراف اللاعبين السياسيين على التماسك والوحدة بالنظر إلى ما يهدد البلاد من مخاطر على المستوى الإقليمي الجهوي، وأيضا لمواجهة المشاكل في الداخل. أعتقد هذا هو النقطة الأولى في هذه الرسالة. لكنه أشار أيضا إلى تقوية الجبهة الداخلية، ماذا يقصد بالضبط تقوية الجبهة الداخلية وكيف؟ يعني هناك بالتأكيد مشاكل في الداخل. يعني لما يتحدث عن الجبهة الداخلية هو يشير فيما أظن إلى مجموعة العاملين السياسيين والأطراف السياسية، يعني الأحزاب والمجتمع المدني للتوحد لمواجهة ما يمكن أن يحدث من مشاكل أو تحديات للبلاد. معروف أنه الآن في انخفاض في سعر البترول، في بعض القلاقل والمظاهرات والاعتصامات هي ليست يعني لا تهدد استقرار البلاد، ولكن بالنظر إلى ما يجري من حول الجزائر سواء في الجنوب أو الجنوب الشرقي أو الشرق، يعني أعتقد أن الرسالة تلمح إلى هذه النقطة. وبالإضافة إلى الإرهاب، رئيس يدعو في رسالته الأطراف السياسية إلى التوحد مع النظام لمواجهة ما يمكن أن يعتبر خارجي يهدد الوحدة الوطنية أو يهدد الداخل الجزائري. طبعا المقصود من هذه الرسالة هم أحزاب المعارضة بدون شك والجمعيات الفاعلة في البلاد. البعض قالوا يا أستاذ هابث أنه فيها تخويفا ضمنيا من المرحلة المقبلة، وعلى هؤلاء أن يفكروا في مصلحة البلاد، سماها المصلحة العليا للبلاد، بمعنى لا يمكن أن تفكروا في المرحلة المقبلة على أساس أنه ديمقراطية، حريات أساسية مفتوحة، انتخابات رئاسية مسبقة. كأنه أراد أن يجيب التنسيقية، تنسيقية الانتقال الديمقراطي والحريات، فلا بد على الحفاظ لا بد من الحفاظ على المصلحة العليا للوطن وعدم المغامرة عبر هذه الاجتهادات، أليس كذلك؟ يعني من وجهة نظر النظام، يعني يجب أن نتكلم ونضع في اعتبارنا وجهة نظر النظام ثم وجهة نظر المعارضة. من وجهة نظر النظام الذي أرسل هذه الرسالة، لا توجد أزمة بالنسبة إليه، لا توجد أزمة شرعية في البلاد، لا توجد أزمة سياسية في البلاد. يعني هناك انتخابات تشريعية انتهت بفوز الرئيس الحالي وفشل خصومه، هناك قضايا مشتركة أو علاقة شد وجد بين النظام والمعارضة شيء عادي في حياة أي بلد أو في حياة أي نظام. إذن لا توجد أزمة سياسية، لا يوجد أزمة شرعية، وبالتالي ما يهم النظام حاليا هو ما يهددها من مشاكل سواء على الحدود، الإرهاب، ثم الأزمة الاقتصادية والتي تأثرت الآن بانخفاض كبير في سعر النفط، ولا أحد يرى إن كان هذا السعر سيرتفع أم لا. إذن من وجهة هذا النظام لا يوجد مشكل، ما يوجد الآن هو مشاكل خارجية قد تؤثر على الوضع الداخلي، فهو لهذا يدعو إلى تماسك القوى الداخلية في البلاد. ماذا عن العنصر البارز الذي كنت؟ عفوا لو طرحنا وجهة نظر المعارضة تقول أن هناك أزمة سياسية، أزمة شرعية، يجب إجراء انتخابات مسبقة، يجب رضوخ لبعض مطالب المعارضة إلى آخره، وهذا أيضا شيء عادي. لكن الرسالة صدرت من النظام، لهذا أنا أطرح وجهة نظر النظام. طيب ماذا عن العنصر البارز الذي كنت قد أشرت إليه اليوم في عمودك عندما تكلمت عن الجيش؟ قلت إن الجيش فرض نفسه فرضا حتى في مسائل لا يمكن أن يحضر فيها.
نعم يعني هذا السؤال يجب أن يطرح الآن في الجزائر، لأنه معروف أنه كل الأطراف السياسية تقول لك أنه يجب على الجيش ألا يتدخل في السياسة. الجيش مهمته الأولى هي حماية البلاد وحماية استقرارها وحماية حدودها. الآن كل طبقة سياسية فشلت تقريبا، يعني سواء أعتقد أنه سواء الحكومة أو المعارضة، فشلت في غردايا، فشلت في عين الصالح، فشلت في بشار، فشلت في منطقة القبائل. لهذا نرى أن النظام يعول كثيرا على الجيش، وفي كل مرة الجيش يقوم بحل أزمات يتسبب فيها السياسيين ويعجز رجال السياسة عن حلها. لهذا يتدخل الجيش في هذه المناطق، وشاهدنا كيف تدخل هو في غردايا، وكيف تدخل الجيش في عين الصالح، وكيف يتدخل لحماية حدود البلاد. وحتى في بعض الأحداث السياسية الداخلية مثل الاحتجاجات أو القلاقل التي تظهر هنا وهناك يتم اللجوء إلى الجيش. أصبح الجيش الآن يقوم بدور كبير في البلاد، وهذا ناتج لماذا هذا الدور؟ لأن هناك فشل لدى الطبقة السياسية سواء كانت الحكومة أو المعارضة. مثلا من المفروض أن الذي يتوجه إلى غردايا أو عين الصالح لمحاورة المحتصمين أو المتظاهرين هو وزير الداخلية، أو على الأقل شيء هذه مهمة الشرطة. لكن الآن نرى أن الجيش هو الذي يقوم بهذا الدور. هذا يعزز من دور الجيش ويتزامن أو يلتقي مع مطلب الأساسات وبعض الشخصيات التي تنادي بدور انتقالي للجيش، أو دور ضامن يقوم هذا الجيش بضمان مرحلة انتقالية سلسة بين النظام والمعارضة مدتها سنة أو سنتين أو لا أدري كم. يعني هذا مطروح من المعارضة على النظام. يلعب فيه دور الجيش دور الضامن مثل ما يجري في بعض الدول الأخرى مثل تركيا مثلا، الذي يلعب فيها الجيش دور الضمان أو الضامن. جزيل الشكر لك أستاذ هابث. أنا أشكرك جزيل الشكر. هابث حناشي مدير تحرير جريدة الحياة كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف. ومن الجزائر مشاهدينا الكرام أرحب بانضمام الأستاذ عبد العزيز غرمول رئيس حركة الوطنيين الأحرار. أستاذ عبد العزيز، ما الجديد في هذه الرسالة؟ رسالة عبد العزيز بوتفليقة طبعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله لا أرى جديد في رسالة بوتفليقة. أيوة. فقط أرى أنه تفطن إلى ما يدور في الشارع الجزائري. اعترف في يعني اعترف هو في حد ذاته بأن الجزائر التي قال عنها منذ بضعة أيام الوزير الأول أنها لا بأس وأنها بخير، نعم. اعترف أن الجزائر تعاني بأن الشعب الجزائري يواجه مصاعب جمة. هذا الاعتراف يعني دليل على أنهم لمدة 15 سنة كانوا غايبين على مشاكل الجزائريين، والآن بدأوا يتفطنون عندما بدأ الجزائريون يسقطون ضحايا العنف وضحايا الإرهاب الحكومة. الآن الإرهاب الذي يمارس على الشعب الجزائري هو إرهاب قوات الأمن التي تعتقل المتظاهرين وتضربهم وتقتل البعض منهم. إذن هذا الاعتراف في حد ذاته دليل على الفشل الذريع الذي يعني تلقته سياسة بوتفليقة بعد 15 أو 16 سنة من حكمه العنيف الفردي الديكتاتوري المجحف في حق الشعب الجزائري، الحكم الذي مس سيادة الشعب الجزائري، الذي باع القرار السيادي لفرنسا ولقوى أخرى. ونحن يعني في الحقيقة نعتبر أن هذا الاعتراف في حد ذاته يجعل ما يقوم به الشارع الجزائري أنه على حق، وأنه من الضروري أن يدافع على حقوقه في الشارع وليس فقط عبر الاستجداءات وعبر المطالب. لكن الملاحظ أيضا أستاذ عبد العزيز أنه أعاد طرح مسألة الاستقرار. هم يقولون بأن من أبرز مناقب عبد العزيز بوتفليقة أن الجزائر شهدت سلاما وأمنا واستقرارا طيلة هذه 15 سنة. لكن السؤال المطروح، سمح لي، السؤال المطروح في الشارع يقولون من يزعزع استقرار الجزائر؟ لماذا كل مرة يطل علينا عبد الملك سلال أو عبد العزيز بوتفليقة أو غيره من الذين يدورون في فلك السلطة إلا ويحدثوننا عن الاستقرار وقارنوا أنفسكم بليبيا وبسوريا واليمن ودول أخرى؟ هل هنالك فعلا من يزعزع
يزعزع أمن الجزائريين واستقرارهم؟ إذا لم يزعزع بوتفليقة وعبد الملك سلال والأتباع نتاعهم استقرار الجزائر، لم يزعزعه أحد. الجزائر الشعب الجزائري كفيل بحماية الاستقرار تاعه. أين هو الاستقرار الذي يدعون أنه موجود الآن في الجزائر؟ لا يزال الجزائريون يموتون بالإرهاب، لا يزالون يموتون من طرف قوات الأمن، لا يزالون يموتون من طرف السياسة المجحفة لهذا النظام، السياسة الصحية تاعه، السياسة التربوية تاعه، الجريمة في ارتفاع، المخدرات في ارتفاع، الفقر في ارتفاع. أين هو هذا الاستقرار؟ دفعوا أموال طائلة من خزينة الشعب الجزائري ولم يحققوا هذا الاستقرار الذي يتبجحون به. ورسالة رئيس الجمهورية تدل على أن الجزائر غير مستقرة. الجزائر تعاني مصاعب جمة ليست خارجية. هم يدعون أن كل الحدود نتاعنا معادية لنا. حتى داخل الجزائر أين هو الاستقرار؟ ألا نقرأ في الصحف يوميا أن الإرهاب لا يزال يضرب؟ ألا نقرأ في الصحف يوميا أن الجريمة لا تقتل، أن الجريمة الآن أصبحت منظمة؟ ألا يقرؤون في الصحف المخدرات وبشاعة انتشار المخدرات الآن في الجزائر؟ ألا يقرؤون في الصحف التفكك الاجتماعي عن 20 مليون امرأة عانس؟ ألا يقرأ كيف هذه القنابل كلها، القنابل الموقوتة التي موجودة الآن في بطن الأمة الجزائرية، هذه كلها تدل على أن الاستقرار غير موجود وأن الشعب الجزائري معرض أكثر فأكثر للاضطرابات ولمشاكل لا يعلمها إلا الله. أشار أيضا سيد عبد العزيز، أشار أيضا في بين ثنايا الأسطر أيضا أشار لمسألة الحوار، قال لابد من الحوار بين جميع الشركاء، ثم بعد ذلك استدرك وقال لا للعنف ولا للقدح. أي عنف يتحدث عنه عبد العزيز بوتفليقة هنا، وأي حوار يتحدث عنه أيضا؟ والله هم معروفين الشركاء الاجتماعيين تاعهم، عندهم الشركاء الاجتماعيين اللي يتحدثوا معاهم في الغالب هما لويزا حنون وسعيداني ومن لفهم. يعني انا اعتقد ان هؤلاء لا هم محاورون للنظام ولا هم اجتماعيون، يعني اذا كان خذينا هذا الصفه. هو عندما استعمل كلمه القدح، هو استعمل او اراد ان يشير الى منتقديه، لان الان الاغلبيه سواء في الاحزاب او المنظمات او هيئات المجتمع المدني كلها تنتقد السياسه الدكتاتوريه، السياسه المجحفه لهذا الشخص الذي تسلط على هذا البلد. وبالتالي هو يريد ابعادنا من اي حوار، يريد ابعاد المعارضه من اي حوار. وبالتالي بقي الشركاء الموجودين يعني في الضفاف نتاعو، في الضواحي نتاعو، في الهامش نتاعو، هم المجموعه اللي تدعي انها في المعارضه، وهي طبعا مصنوعه من طرفه هو. هذه الحقيقه يعني. طيب ماذا عن العنف؟ من الذي ارتكب العنف في الجزائر خاصه الاشهر الاخيره؟ هو اشار لها، قال لابد من نبذ العنف، وربما الشارع الجزائري يتساءل من هو الذي قام بالعنف حتى ينبذه. هناك ممثل لجبهة التحرير منذ يومين أو ثلاث قال لهم أن المتظاهرين في عين الصالح هم الذين اعتدوا على قوات الأمن، قاموا بالعنف في حق لأجهزة الأمن. يعني كيف انقلبت المعادلة في هذا البلد؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني أصبح العزل المتظاهرين المطالبين بالحقوق نتاعهم هم سبب العنف، وليست قوات الأمن، وليس قوات مكافحة الشغب، وليس العسكر، ليس هؤلاء هم سبب العنف. لا لا، الآن أصبح المواطن العادي الذي يخرج للشارع ويطالب بالحقوق تاعه هو سبب العنف. ها هي السياسة المقلوبة رأسا على عقب التي يمارسها هذا الرجل في حق هذا الشعب. يجب أن نوضح هذه الأشياء. الذين يقومون بالعنف الآن هم الحكومة، هم النظام، هم قوات الموالية لهذا النظام، هم قوات الأمن، قوات مكافحة الشغب، الجيش. هؤلاء هم الذين يمارسون العنف في حق شعبهم، ويجب أن يكون هذا واضحا.
طيب استاذ عبد العزيز، نختم الحديث بموضوع المرأة، يفرض نفسه فرضا كل سنة مرة، يعني بحلول 8 مارس نتحدث عن المرأة، عن حماية المرأة، قانون الأحوال الشخصية، ترقية المرأة، تحسين حال المرأة من حال إلى أحسن حال، ثم يختفي هذا الحديث في 8 مارس 2016 نعود للحديث نفسه. في رأيك أنت لماذا كل هذه الضجة حول المرأة؟ السبب بسيط، هذا النظام جند المرأة الجزائرية خلال 15 سنة الماضية كصوت انتخابي. خلال 15 سنة الماضية هذه، يعني عندما نتحدث على حقوق المرأة وترقية المرأة وكل هذا سلسلة الخطاب الفضفاض هذا، أيوة. نرى في الشارع الجزائري، الجزائر الآن فيها، وهذا بإحصائيات رسمية يعني نشرت منذ حوالي أسبوعين، فيها 20 مليون امرأة عانس. كيف يمكنك أن تحافظ على حقوق المرأة وترقيها وتعمل شيء إيجابي لها وأنت تفكك الأسرة التي هي نواة المجتمع والمرأة هي حامية هذه النواة؟ إذن هذه كلها أكاذيب، هذه كلها مجرد خطابات. الآن فيه ضمن السياسة الخبيثة التي يمارسها هذا النظام، فيه نوع من التحرش، يعني استعمل الدارجة الجزائرية، فيه نوع من تحريش المرأة على الرجل، تحريش الرجل على المرأة. القانون هذا الأخير الذي يعاقب الرجل بالحبس وبغرامة عندما ولكن هم يقولون لحمايته أستاذ عبد العزيز في الشارع أو كذا، يا أستاذ عبد العزيز هم يقولون لحمايتها، نفعل ذلك، نشرع هذه المواد سيدي. طبعا عبر الذين يدورون في فلك السلطة يقولون هذا من أجل حماية المرأة. يا سيدي، نحمي المرأة بالثقافة، نحمي المرأة بالتربية، نحمي المرأة بتكوين العقليات، لا نحميها بمثل هذا القانون المجحف. ماذا حدث عندما منذ سنوات أعطوا المرأة المطلقة منحة؟ ماذا حدث؟ حتى نساء متزوجات وأزواجهم بطالين ويعانون مشاكل جمة معهم في العائلة قاموا بتطليقهم قانونا من أجل المنحة وبقوا متزوجين شرعا. كم من حالة من هذه الحالات، آلاف الحالات حدثت. إذن هم يعني يقومون بسياسة تحدث عكسا في المجتمع الجزائري وفي الشارع الجزائري. الآن اتضح أن في هناك تأليب المجتمع على بعضه، تحريش المجتمع على بعضه، سياسة خبيثة هذه يجب أن تدرس بعمق. يعني الشارع لم يتقبل هذا سيد عبد العزيز؟ وأنت تحدثنا من الجزائر، هل الشارع الجزائري وأنت من هناك تقبل هذه النصوص، هذه المواد الجديدة التي أضيفت للقانون هذا؟ أبداً. الشارع الجزائري شارع ناضج، شارع واعي، فاهم أن كل هذه القرارات هي قرارات لتأليب المجتمع على بعضه. لا يوجد في الشارع الجزائري من يعني قبل هذه القرارات. هل يعني تتصور أننا يمكن أن نربي مجتمع بمثل هذه القرارات؟ نربي المجتمع في المنظومة التربوية، نربي المجتمع في المنظومة الثقافية، نربي المجتمع في منظومة اجتماعية سليمة ونقية. المجتمعات لا تربى بقوانين مجحفة، المجتمعات تربى بلغة نظيفة، لغة معبرة على الواقع الحقيقي. لا نربي المجتمعات بالعنف، نربيها بالسلم، نربيها بالكلمة الطيبة، نربيها بالتربية السليمة الصالحة. لا نربي المجتمعات بقوانين عنيفة أبدا. نعم سيد عبد العزيز، أنا أشكرك جزيل الشكر سيد عبد العزيز غرمول، رئيس حركة الوطنيين الأحرار، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف. أشير فقط مشاهدينا الكرام بأن أمس كان يوما مشهودا في عين صالح جنوبي الجزائر، عندما انضم بعض قادة تنسيقية الانتقال الديمقراطي والحريات إلى المعتصمين هنالك في عين صالح والمتظاهرين منذ أزيد من شهرين،
تضامنا مع هؤلاء جميعا وكذلك تنديدا بهذا المشروع، مشروع الغاز الصخري الذي تريد الحكومة فرضه كما يقول كثير من الحقوقيين، تريد فرض هذا القانون أو هذا المشروع على أهل الجنوب، على الجزائر عامة، رغم أخطاره رغم سلبياته ومساوئه. الصور التي ترونها الآن مشاهدينا الكرام تظهر وفد التنسيقية، تنسيقية الاتحاد الديمقراطي، وهم يستقبلون استقبالا حارا بالغ الحفاوة هنالك من قبل سكان عين صالح، ولو أنه فيه تعمد من أجل تأخيرهم في الطريق، حاجز وراء حاجز أمني حتى وصلوا في آخر اليوم، لكن مع ذلك كانت لهم فرصة للحديث مع هؤلاء المعتصمين والشد من أجرهم والعمل على التضامن وكذلك تحفيزهم وعزيمتهم من أجل مواصلة هذا الإضراب أو هذا الاعتصام حتى تعود الحكومة إلى رشدها كما يقولون وترفض أو تلغي هذا المشروع، مشروع الغاز الصخري. الآن مشاهدينا الكرام أرحب بانضمام الأستاذ عبد الغني بادي الناشط الحقوقي والمحامي. أستاذ عبد الغني، ضعنا أولا في صورة حدث اليوم في ولاية الواد، حيث كانت المحكمة قد أصدرت، محكمة الواد أصدرت حكما طال ناشطا حقوقيا مرة أخرى مثل ما ظهر في ولاية الأغواط. هذه المرة أتى دور محكمة الوادي جنوب شرقي الجزائر، أصدرت حكما في حق ناشط حقوقي وهو رشيد عوين، ربما كما سمعت 6 أشهر نافذة مع غرامة مالية. ضعنا في صورة هذا الحدث أولا ثم نأتي إلى رسالة عبد العزيز بوتفليقة. مساء الخير أخي عثمان. مساء النور، أهلا وسهلا أستاذ عبد العزيز. والمشاهدين الكرام، في الحقيقة محاكمة اليوم فيها كثير من وجوه الشبه بمحاكمة الأغواط، محاكمة بالقاسم خنشة، حيث كانت هناك تعبئة أمنية شديدة وكان هناك كذلك منع المواطنين من الدخول إلى قاعة الجلسات، ثم كذلك تم منع حتى أهالي المتهمين من الدخول إلى قاعة الجلسات. بعد ذلك احتج الدفاع على أن الجلسة لم تكن علانية وهددوا بالانسحاب من قاعة الجلسات. يعني احنا كدفاع طالبنا من رئيس المحكمة أن يأمر بدخول المواطنين، لأن عدم دخول المواطنين إلى القاعة يشكل خطرا على شروط المحاكمة العادلة. وأكدنا على أن النظام القضائي الجزائري يلزم القضاء بتوفير علانية الجلسات. ثم بعد توقيف الجلسة استجابت المحكمة لطالب الدفاع المتمثل في توفير علانية الجلسة التي هي شرط من شروط تحقيق المحاكمة العادلة. بعد ذلك بدأ هناك، كانت هناك قضيتين، قضية تتعلق بالناشط رشيد عوين وهي التحريض على التجمل، وقضية أخرى للناشط آخر اسمه إبراهيم عبد الحميد. القضايا يعني سارت في نفس المنهاج، في نفس التهمة وهي التحريض. احنا كنا في بدء الأمر وقبل المحاكمة كناشطين في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قمنا ببيان نندد في كل مرة على أن هذه واقعة التجمهر أو تهمة التجمهر هي خرق صريح لمبدأ الحق في التظاهر. يعني الحق في التظاهر هو مبدأ دستوري وهو حتى المواثيق الدولية تأكد عليه، لكن القانون الجزائري يضيف هذه المادة التجمهر لتغطية أو لغلق مجال التظاهر اللي هو حق من الحقوق الأساسية للمواطن. لكن المحكمة في آخر المطاف أصدرت حكم بإدانة المتهم الأول هو رشيد عوين ب6 أشهر نافذة رغم إنكاره للتهم المنسوبة إليه وتأكيده على أنه فقط في الوقائع سأل سؤالا، قال لماذا لا يحتج السلطة، لماذا لا تحتج الشرطة فقط عفوا، هذا قال أنا لم أقم بالتحريض وإنما طرحت تساؤلا. بالتالي إحنا كدفاع تمسكنا بتبرئته، غير أن المحكمة رأت إدانته، وإحنا نتمسك دائما باستئناف هذا الحكم والمضي إلى مجلس قضاء الواد للنظر فيه من جديد. أما فيما يتعلق إبراهيم عبد الحميد فأصدرت المحكمة بحكم ببراكه، وكنا جد سعيدين بهذا الحكم الذي نراه منصفا وعادلا. طيب يعني في ماذا عن الذين كانوا يحتجون في الخارج؟ بلغنا أن الذين كانوا واقفين خارج المحكمة اعتقلهم بدورهم. طبعا نبعا هذه يعني واقعة صحيحة نأكدها، وإحنا حتى أننا قلنا الرئيس المحكمة ورئيس الجلسة وخبرناه أن هناك مواطنين خارج القاعة، وأنا شخصيا خاطبت رئيس الجلسة وقلت له أن هذه هي خروقات لحقوق الإنسان وهذا التجاوز خطير، أن ناس تجي توقف أمام المحكمة وتضرب وتعتقل، وهذا يعني لا يحشي يؤدي بنا إلى خطوات إلى الأمام في مجال الحرية، هذا بالعكس راه يرجعنا خطوات إلى الوراء في الوقت اللي الناس راهي تتقدم في الحرية، حنا نرجعوا خطوات، وكانت هذه الواقعة لكن تم الإفراج عليهم بعد ساعات من الإيقاف.
طيب الآن نضع ما قلت لنا الآن نضعه في الميزان ونعود إلى رسالة عبد العزيز بوتفليقة. أبرز ما جاء في رسالة عبد العزيز بوتفليقة هو الحديث عن الإصلاحات. قال الإصلاحات مباشرة، الإصلاحات ما تزال مستمرة، لا رجوع عنها في جميع القطاعات وبالأحرى قطاع العدالة. كيف نتحدث عن هذا المجال، مجال الحريات والإصلاحات، وأنت قد وقفت بأم عينيك مع حدث في الأغواط وفي غردايا والواد اليوم؟ هي بطبيعة الحال إذا نتكلم عن الإصلاحات لابد من أن هناك حالة ما، ما دام احنا نقول أن هناك الإصلاحات، السلطة الآن تتكلم عن الإصلاحات، لا يمكن أن نتكلم عن الإصلاحات لما تكون هناك يعني مشاكل ويكون هناك خلل. السلطة بالتكلم بخوضها في كل مرة على مجال إصلاح العدالة هي تعترف ضمنيا بأن العدالة الآن يعني رأي تعاني من تراجع، وإلا ما دعوة الإصلاحات. الإصلاحات سبقنا وتكلمنا عن الإصلاحات، ليس هي مجرد هياكل، ليس هي مجرد بناء محاكم أو توفير آليات الإعلام الآلي والعصرنة في التكنولوجيا. العدالة هي روح وتطبيق قوانين، وهي كما يقول الفرنسي الفقيه الفرنسي مونتسكيو أن يكون القانون يطبق على الجميع. عندما يطبق القانون على الجميع تم الحق، هناك الحق إصلاح حقيقي للعدالة. أما إذا بقينا فقط نفكر في الهياكل ونفكر هذه صح نحتاجها عصرنا العدالة، لكن الإصلاحات يجب أن تكون عندما يكون تطبيق القانون على الجميع ولا نحتاج إلى ضوء أخضر لمحاكمة فلان وترك فلان، يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء. ليس فقط أنه ولا يجب أكثر من هذا أن نقلل الضغط على الحراك السياسي بحجة أن هناك ربيع عربي وأن هناك ثورات. الحراك السياسي هو نابع من مجتمع ومن تحولات عالمية، يجب أن نحترم هؤلاء الأشخاص الذين يتظاهرون ولا نقحم العدالة في العمل السياسي. هذا الناس هما ناشطين سياسيين، ما ندخلوش العدالة، نخليوها العدالة يمكن نحوسوها باش تتطور، باش نحقوا إصلاحات لازم نفصلوا فصل صحيح السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ونكرسوه بموجب الدستور. احنا الدستور الجزائري أخي عثمان، وفي كل مرة أنا بتنأكد بهذا الشيء، أنه الدستور الجزائري هو اللي كرس عدم استقلالية القضاء بنصوص واضحة. عندما رئيس الجمهورية يعين القضاة، عندما المجلس الأعلى للقضاء اللي يشرف عليه رئيس الجمهورية ورأسه هو اللي عنده السلطة الأولى على القضاة، احنا ما نقدروش نحقوا استقلالية وما نقدروش نحقوا إصلاحات في القضاء ما دامت القضاء غير مستقل وما دام متابع للسلطة التنفيذية، خاضع للسلطة التنفيذية في شكل رئيس الجمهورية وفي شخص في شكل المجلس الأعلى للقضاء وفي حتى في شخص وزير العدل اللي عنده السلطة كاملة على النيابة العامة. لكن مع ذلك ما جاء في الرسالة أيضا أستاذ عبد الغاني أنه لابد من تغليب المصلحة العليا وتفويت الفرصة على من يريد الصيد في الماء العكر، بمعنى لابد أن لا تكون هنالك مظاهرات ولا اعتصامات ولا مسيرات طالما هي تصب في الجانب الذي يضر بمصلحة البلد. لا مظاهرة بعد اليوم طالما أنه تمس الاستقرار، هذا الذي فهمته من الرسالة. يا أخي في الحقيقة أن التظاهر ليس هو من أجل التظاهر، وهذا الاحتجاج ليس من غرضه الاحتجاج. هاد الناس اللي راهي تظاهر تجمع وراها مطالب، وعلى السلطة أن تصغى لمطالبها. هل الناس اللي تخرج تظاهر تخرج فقط من أجل التظاهر رغبة منها؟ لا، بطبيعة الحال هي تخرج من أجل مطالب سياسية أو مطالب اجتماعية أو مطالب بيئية صحية كما يحدث الآن في غير عين صالح. ليش مطالب من أجل الاحتجاج؟ الناس ما يش عندها رغبة أنها تبقى شهرين في الشارع. هذا الناس راهي تقول باللي حياتها راهي في خطر، وراهي تقول كذلك أن صحتها في خطر وأن البلاد في خطر وأن اقتصاد الوطن في خطر. الذي يريد بالبلاد الخطر هو الذي لا يستجيب ولا يريد أن يسمع لهذه الأشخاص. أن الذي يرفض حتى الاحتجاج السلمي هو الذي يدفع إلى فترة قد تكون لاحقة إلى العنف. عندما نسمع للناس عندما يحتجوا سلميا ونستجيب لمطالبهم ونتحاور معهم ونناقش معهم المشاكلهم، هنا نكون فتحنا قنوات حوار. أما إذا كان الأسلوب هو القمع وهو التخويف ويكون الأسلوب كذلك هو دائما هذا الخطاب المكرر اللي أصبح ما عندوش يعني مصداقية أنه يهدد خطر استقرار البلاد إلى آخره. خطر استقرار البلاد يهدد عندما نعرض الخطر الاقتصاد الوطني، عندما تنهب الثروات، عندما نتعامل بأجندات أجنبية تخدم أمريكا وتخدم فرنسا
في عين صالح لتحقيق أغراضهم، وهذه هي اللي تحدد الخطر، هذا خطر الوطن، ما هوش مجرد محتجين بسطاء فقراء لهم مطالب اجتماعية أم لهم مطالب يعني تتعلق بصحتهم وبيئتهم وتتعلق بالاقتصاد الوطني. نظن أن هذه المقاربة خاطئة، أنه الاحتجاج يؤدي إلى خطر البلاد. لا، الذي يرفض الاستماع للمحتجين وإلى مطالبهم أظن هو الذي يؤدي به البلاد إلى الخطر. طيب ماذا عن هذه المنظمات، منظمات حقوق الإنسان هي الأخرى بين الفينة والأخرى ترسل بيانات إلى السلطة الجزائرية بحكم أنه لابد من إعطاء الحريات أو بسط الحريات للمواطنين في مختلف المجالات، ولكن ليس هنالك تغيير إطلاقا منذ مجيء رئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهنالك حديث وراء حديث حول حقوق الإنسان، والناس تتساءل عن حقوق الإنسان فترة عبد العزيز بوتفليقة، ثم يطل علينا قسنطيني بأن حقوق الإنسان الآن تحسنت عما كانت عليه بكثير، ولكن ما بقي هو شيء بسيط. كيف نوفق بين هذه البيانات التي تصل السلطة الجزائرية ولكن في الميدان ليس هنالك شيء جديد إطلاقا؟ في الواقع إذا نكون أمام المعاينات الميدانية ونكون أمام درس وضع حقوق الإنسان من جوانب متعددة، لأن حقوق الإنسان ليست فقط كما يظن البعض أنها مجرد حقوق سياسية أو هي تتعلق بالتعذيب أو بانتهاكات إلى آخره. حقوق الإنسان لها مجال واسع بالحقوق السياسية المدنية الاجتماعية الثقافية. احنا في الحقيقة رانا بعاد، إذا نظرنا في حقوق الاجتماعية نشوفوا التهميش، نشوفوا البطالة، نشوفوا الفقر، نشوفوا سوء توزيع الثروة. إذا شفنا في الحقوق السياسية نشوفوا أن المجال السياسي مغلق تماما منذ 15 سنة، ما كان حتى مشاركة، حتى البرلمان أصبح مؤسسة مميعة ما عندهاش، يعني أصبحت يعني وكأنها شكل يعني ما عندوش قيمة تشريعية كبيرة، لسيما وأنه أغلب التشريعات منذ 15 سنة كانت بين دوراتي البرلمان بالأوامر الرئاسية. هذا الشيء يخلي الممارسة السياسية والحق في الممارسة السياسية معطل بشكل كبير منذ 15 سنة. هذا كذلك يدخل في حقوق الإنسان، حتى الحقوق الثقافية، وهناك يعني مجال حقوق الإنسان واسع جدا، ومنذ 15 سنة شفنا تراجع كبير، لسيما وأنه شهدت الجزائر وضع أمني مستقر نوعا ما، كان يعني من الأجدر أن نمضي إلى فتح مجال الحريات للمواطن حتى نبني دولة القانون ونبني دولة الحريات ونبني دولة الحقوق. لكن للأسف هذا التراجع الخطير سجلته كل المنظمات الدولية تقول بتراجع الحريات وتراجع الحقوق، وكذلك منظمة العدل الدولية وهي ما رأيش أكدوا هذا الشيء، ولجنة قسنطيني في آخر تصريح لها قالت أنه هذا التضييق على الحريات والتضييق على حق التظاهر والعمل النقابي إلى آخره هو يعني في آخر المطاف هو سيمس بسمعة البلاد. والآن احنا عندنا تقارير سوداء فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ولا أحد يخفي على العيان ما يشاهدونه. هو للأمانة أستاذ عبد الغني حتى قسنطيني ندد بالعنف المسلط على المعتصمين في الأحد، هذا اللي يسموه الأحد الدامي في عين صالح، ندد بهذه التصرفات من قبل قوات الأمن. والله يا أخي عثمان في الحقيقة أنا أشاطرك الرأي، الأستاذ قسنطيني كانت له تصريحات في الفترة الأخيرة، تصريحات راقية تنصب يعني في مفهوم حقوق الإنسان وثقافة حقوق الإنسان، يعني خطاب انتقل من التأييد المطلق إلى السلطة إلى انتقاد السلطة. صحيح. في مجال الحريات، وأكد على أنه كانت هناك في سنة سوداء في 2014، وقال أن تقريرهم من رئيس قريب جدا للواقع رغم أنه فيه بعض المغالطات، غير أنه قال بنسبة كبيرة من الواقع. هذا يعني للأمانة كما ذكرت أنت فعلا أنه تصريحاته انصبت في مجال أن القول بانتهاكات في مجال حقوق الإنسان. بارك الله فيك سيد عبد الغني، أنا أشكرك جزيل الشكر. عبد الغني بادي المحامي والناشط الحقوقي. الآن مشاهدينا الكرام أرحب بانضمام الشيخ علي بن حاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ. الشيخ علي، إرسال الرسائل في الجزائر مستمر من قبل عبد العزيز بوتفليقة للشعب الجزائري طبعا، لكن بعض متابعي الشأن السياسي في الجزائر يقولون بأن الغرض من هذه الرسائل هو إثبات الحضور، بمعنى إنني ما زلت موجودا حاضرا وأتابع مختلف المشاكل والمسائل السياسية والقضايا السياسية، ليس مثل ما يقول البعض أن عبد العزيز بوتفليقة غائب تماما وهنالك من يحكم بدله وما إلى ذلك. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وللنظار الكرام ولضيوفك، بالنسبة لهذا السؤال قبل أن أجيب عليه لابد أن نثبت
هل هذه الرسائل التي تتكرر منذ سنوات هي صادرة فعلا عن هذا الرئيس المريض القعيد الذي لا نسمع له صوتا ولا نسمع له ركزة؟ هذه إذن رسائل منسوبة إلى رئيس الجمهورية لا أكثر ولا أقل، ولذلك ينبغي أن يأخذها الرأي العام على أساس أنها محررة من طرف جماعة استحوذت على رئاسة الجمهورية وأصبحت تدير البلاد على هواها في ظل رئيس مريض لا نسمع له صوتا لا صباحا ولا مساء ولا في شهر ولا في أسبوع ولا في سنوات. ولذلك لا يمكن أن نعلق على رسائل منسوبة إلى رئيس الجمهورية إلا إذا خرج هو وتحدث بعظمة رساله للعام والخاص. ولكن القلم هنا صار محل اللسان يا شيخ علي. القلم لا القلم لا يمكن أن يعوض اللسان. فابن حزم الأندلسي رحمه الله وهو في علمه من هو ينص على أن الحاكم لا بد أن يخاطب الناس مرة في الأسبوع وجوبا، ولعل أمريكا وأوباما ورؤساء أمريكا درجوا على هذا، فهم يتحدثون إلى شعوبهم كل سبت ولو لبضعة دقائق. ونحن نرى يعني رؤساء كثيرون في العالم العربي والعالم الإسلامي يعني يتابعون الأحداث الداخلية والدولية، أما هو فهو صورة مثبتة يتلاعبون بها، وهذا أكبر خطر على البلاد. فهو فالرسالة تقول أن هنالك تحديات ينبغي علينا أن نواجهها، أكبر تحدي هو إزالة هذا النظام بطريقة سلمية وبطريقة ذكية قبل أن تأتي الثورات، لأننا نحن نريد أن يكون تغييرا سلميا قبل أن يكون تغييرا ثوريا. بمعنى شيخ علي الذين كنت أتحدث معهم قالوا هذه الرسالة ليس فيها جديد، وكل هذه الأفكار سمعنا ومللنا منها، قضية تغليب العمل المصلحة العليا للبلاد، تفويت الفرصة على من يريد الصيد في الماء العكر، الحديث عن الحوار بين جميع الشركاء، نبذ العنف والقدح وما إلى ذلك، كل أفكار يعني معروفة منذ 15 سنة. وصدقوا فيما قالوا، صدقوا فيما قالوا. فأنت عندما تقرأ الرسالة المنسوبة إلى رئيس الجمهورية في فقرتها الأخيرة تعزيز الجبهة الداخلية وخدمة مصلحة الأمة دون سواها، هذا درج عنه منذ 62 الذي يريد الآن أن يعرف خطب الرؤساء واحدا، يعني بدءا من بنبلة إلى يوم الناس. هذا دائما يحربون من معالجة المشاكل الحقيقية عن طريق الوحدة الوطنية أو عن طريق رمي خصومهم أو المعارضة بأن يدا أجنبية تحركهم. ما زالوا في عقلية بالية أكل عليها الدار وشرب، وهذه ما عادت تنفع لا سيما هذا الجيل الذي نراه، والجيل الذي أصبح واعيا وفقيا وعارفا. ولذلك هذه الرسائل لا تغني ولا تسمن من جوع، بل لا يلتفت إليها عموم الشعب، وربما كثير أكثر من 60 أو 80 لم يسمعوا بها أصلا ولم يقرؤوها ولم يطالعوا عنها. طيب شيخ علي، ماذا عن الهدية؟ هكذا قيل هي هدية منحت للمرأة في يومها العالمي 8 مارس كل عام، عاد الحديث من جديد إلى حماية المرأة من الأخطار. سو أدري أين هي هذه الأخطار. تحدثت الرسالة أيضا عن ترقية المرأة، جوانب المرأة، وفيه إهمال فظيع للمرأة الريفية، المرأة في عمق الجزائر، وحقوقها المعروفة، حقها في الأمومة، حقها في السكن، حقها في التعليم، حقها في الصحة، وإنما أتى الحديث فقط عن الرتوشات، بل أشارت الرسالة حتى إلى مسألة الخلع. لأول مرة عبد العزيز بوتفليقة يشير إلى هذا حتى في رسالته، بأن الخلع انتشر حديثا في الجزائر وما كان له لينتشر، وكان المجتمع متماسكا وما إلى ذلك. كيف ترى أنت هذا الجانب المسلط من جديد على المرأة؟ والله موضوع المرأة المسلمة، ونحن في الشعوب المسلمة، المرأة ليست هي المرأة الموجودة في العاصمة،
أو اللواتي يبرزهن الإعلام. لا، ليست هذه المرأة. المرأة الموجودة في البيت والموجودة في الريف والموجودة في جميع أنحاء القطر. وقديما لعلك بلغك قول الشاعر عندما يقول: غروها بقولهم حسناء، والغواني يغرهن الثناء. هذا تغرير بالمرأة وليس يعني تنوير للمرأة. المرأة المسلمة تعرف حقها، حق ربها وحق زوجها وحق أولادها. فلا نحتاج إلى يعني في الحقيقة إلى استيراد قوانين دولية وجعلها هي المرجعية فوق المرجعية، مرجعية الأمة ومرجعية الشعب المسلم المتمثل في شرع الله عز وجل. وهذه القوانين نرى نحن الآن آثارها. قضية الخلع التي تحدثت عنها، يعني في سنة واحدة 22,000 خلع، يعني في الحقيقة يعني 22,000 أسرة قد تحطمت. عندنا 56,000 طلاق خلال السنة. عندنا 700 جريمة يوميا تحدث في البلاد. يعني في الحقيقة الحالة مزرية للغاية. فلا بد، ولذلك التحدي الذي يواجه الشعب الجزائري هو هذه العصابة التي استولت على رئيس الجمهورية وأصبحت تكتب باسمه وبقلمه وأصبحت تتخذ قرارات. وحتى الرئيس عندما كان صحيحا يعني أصدر قرارات، قال هو في حد ذاته أن الطريق الذي ظننا أنه سيأخذنا للجنة لم يأخذنا إلى الجنة. وقال أيضا بأن القضاء والعدالة مريضة. ولست أدري العدالة المريضة هل هي أصبحت الآن تصدر أحكاما صحيحة. فما بني على باطل فهو باطل. فلا بد من تغيير النظام السياسي عن طريق رئاسيات مسبقة ورئاسيات الرئيس الذي يأتي يجعل النقاط الأساسية من أجل التحول الحقيقي. أما هذه الشنشنة فإننا نعرفها من أخزم. طيب، سؤال أخير شيخ علي. كأن بعض الأسطر في الرسالة تقول للمعارضة: ابقوا في الوقف المكان الذي أنتم فيه الآن، لا يمكنكم أن تحققوا مكاسب، تريدون تحويل الجزائر إلى مرحلة مقبلة مثل ما تدعون، ديمقراطية مفتوحة والمزيد من الحريات الأساسية، هذا لن يحدث في عهد عبد العزيز بوتفليقة. بحجة ماذا؟ الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد وتوحيد الجبهة الداخلية. هل هذا جواب للمعارضة للتنسيقية ومن يدور في فلكها، لشخصيات الوطنية، شخصيات تاريخية، كل من ساءه منظر الجزائر اليوم؟ أولا، النظام الجزائري في دستوره نظام تعددي، والتعددية تقتضي المعارضة، والمعارضة تقتضي أيضا نقد النظام ونقد السلطة، والمعارضة أيضا تقتضي أن يجتهد هؤلاء المعارضون إلى الوصول إلى الحكم. فإذا أصبحت المعارضة خطر على الوطن فليجيح المعارضة وليعودوا إلى الحزب الواحد وانتهت القضية. أما أن تقول تعددية وتقول هنالك حريات سياسية ثم يعني بهذه العقلية البالية يعني أن نمارس التعددية بعقلية أحادية. انظر مثلا اليوم الحكم الذي صدر بحق الشاب رشيد عوين، يعني بتهمة أنه يحرض الشرطة على الخروج إلى الشارع. لكن الشرطة أيضا هي في حد ذاتها خرجت إلى الشارع مدة ثلاثة أيام واكتسحت رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وأخذت الطرق العامة وجاءها الوزير الأول وخاطب وزير الداخلية وأعطوها حقوقها. إذن هل الذين فعلوا هذا لماذا لم يعاقبوا؟ والذي يكتب كلمة يريد أن يرشد الأمن إلى إذا كان هو أيضا الأمن في مظالم وفي حيف وفي تزيير وفي إقصاء لهذا واستبدال بهذا، يقال هذا كان الواجب على أن يكون حرا طليقا. وأن الذين هم كلفوا، ألا يقول المدار يقول بأن دولة القانون تبدأ عند الشرطة؟
أين هذه الشرطة التي خرجت للشوارع؟ فإذا أنا خلاصة القول لا أريد أن أعلق على رسالة منسوبة إلى رئيس الجمهورية، وأرى أنا بأن رئيس الجمهورية غائب ومغيب ومستولى عليه، والمخرج الحقيقي الأسلم هو رئاسيات مسبقة، والرئيس يكفيه أنه مارس الحكم قبل الثورة وبعد الثورة ويعني 15 سنة، أما يكفيه فليستحي على كبر سنه وليقلع عن هذه التصرفات الشائنة التي ستدخل البلاد في أزمات أكبر وأكبر. ثم انظر إلى الآن عندما تجد أن يقولون بأن السياسي عندما يفسد يدخل العسكري، من 62 العسكري هو الذي يحكم، العسكري هو الذي يسمع السياسي ويسمع المجتمع المدني ويسمع العلماء ويسمع الخبراء ويسمع يسمعهم ثم يفسدهم. إذا فالقضية لابد أن نخرج من هذه من عنق الزجاجة، وأن يكون هناك رئاسيات مسبقة، وليذهب الرئيس إلى بيته وليختار الشعب الجزائري، ولنعيد الكلمة إلى الشعب الجزائري ليختار طيب. رئيسا لمرحلة انتقالية حتى نلملم جراحنا ونجمع صفوفنا ونتجه إلى المستقبل. وهو كذلك شيخ علي، أنا أشكرك شيخ علي بن حاج نائب رئيس جبهة السلمية للإنقاذ. الشكر موصول مشاهدينا الكرام لضيوفنا الذين ناقشوا معنا هذا الملف، ملف رسالة عبد العزيز بوتفليقة الموجهة للشعب الجزائري، الأستاذ عبد الغاني بهدي المحامي والناشط الحقوقي، عبد العزيز غرمون رئيس حركة الوطنية أحرار، وهاني أو هابث حناشي مدير تحرير جريدة الحياة. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام.